السلام عليكم أعزائي التلاميذ، وياكم الست آيات معلمة مادة اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي المدرسة العراقية الألمانية. اليوم وصلنا إلى موضوع عامل النظافة صفحة 17. موضوعنا عامل النظافة. عامل النظافة يعني منو عامل النظافة؟ هذا هو عامل النظافة، وهذه هي سيارة النظافة اللي تجينا دائما لحد باب بيتنا بالمنطقة، حتى شنو؟ حتى تشيل النفايات مالتنا زين، وتحافظ على نظافة الشوارع والمدينة. راح أقرأ لكم الدرس، تنتبهون وياي، إيدنا على كلمة كلمة نأشر ونقرأ. ظافر عامل نظافة نشيط. ظافر عامل نظافة نشيط، يستيقظ كل يوم مبكرا ويقف في باب داره بانتظار سيارة دائرة الخدمات ليصل إلى مكان عمله ويجد صاحبه حسام الذي يرافقه في سيارة النظافة مع السائق سعيد. إننا نحب ونحترم العامل ظافر لأنه يمر على أبواب محلتنا يجمع أكياس نفايات البيوت من دون إهمال لتظل البيوت. نقلب الصفحة لصفحة 18. والشوارع نظيفة وجميلة. إننا نساعد عامل النظافة لأنه يحافظ على صحتنا وبعمله يبعدنا عن الإصابة بالأمراض، وتظل الشوارع نظيفة وأرصفتها جميلة بألوانها البيضاء بألوانها البيضاء الصفراء. نساعد ظافر قبل الذهاب إلى المدرسة، نحمل أكياس النفايات ونضعها. نقلب الصفحة. على مقربة من الرصيف لكي لا يتعب، ويبقى ظافر وصاحبه حسام نشيطين. يساعده السائق سعيد بتنبيه أهل المحلة ليكونوا على علم بقدوم سيارة النظافة، وظافر ينادينا بصوته الحنون النظافة من الإيمان. إننا ندعو لظافر وصاحبيه بالقوة والسلامة لتظل محلتنا نظيفة وجميلة. انتهى الموضوع عندنا. الآن أعزائي التلاميذ راح نقرأ ونطلع المهارات اللغوية يعني بشكل أوضح. زين، عندنا ظافر عامل نظافة، ظافر وصديقة سعيد، اثنيناتهم يعني سعيد هو السائق وظافر هو عامل النظافة. زين، حسام منو؟ حسام صديق ظافر. حسام وظافر أصدقاء. حسام وظافر هما أصدقاء. السائق مالتهم منو؟ السائق هو سعيد. يجون بسيارة النظافة حتى يجمعون أكياس النفايات، حتى يجمعون أكياس النفايات. زين، وين يودوها؟ يودوها إلى المكان المخصص إلها حتى تظل الشوارع جميلة ونظيفة، حتى أيضا إحنا لما موجودة النظافة إحنا ما ننصاب بالأمراض ونحافظ على صحتنا أيضا. هسه راح نقرأ، نعيد قراءة الدرس. ظافر عامل نظافة نشيط. عندنا ظافر هذا هو اسمه، ظافر عامل نظافة
نشيط. تنوين شنو عندنا؟ طبعا هنا هو ما حاط لكم تنوين كسر. عامل نظافة نشيط. يستيقظ أض، هاي الأض، هاي الأض، أض تطلع زين يعني قوية أكثر من ذيك الضاد. يستيقظ ما خربط بينها وبين ذيك الضاد أخت الصاد، لا هاي يستيقظ الضاد أم الشخطة زين. ليش؟ لأنه قوية، قوية باللفظ يعني من ألفظها هي قوية. يستيقظ زين. كل يوم عندي تنوين كسر. مبكرا تنوين شنو؟ فتح. إذا ظافر عامل نظافة نشيط. يستيقظ كل يوم مبكرا، هو نشيط يقعد من الصبح زين، مو كسلان يقعد متأخر، لا يقعد مبكرا. ويقف في باب داره بانتظار الباء، هذا شنو قلنا؟ حرف جر. بانتظار الاسم اللي بعده شي يكون مجرور، دائما حرف الجر يجر الاسم اللي بعده، يعني شبي يجر؟ بمن يجر؟ بالكسرة، بهاي الكسرة. بانتظار سيارتي دائرة الخدمات، هنا اللام شبيها ساكنة، الحرف اللي بعدها شنو؟ الخاء. هذا الأخ شبيه بحركة الفتحة، إذن هي شنو؟ تنلفظ لام قمرية. سيارتي دائرة الخدمات ليصل إلى، إلى شنو؟ حرف جا، طبعا هي نفس الفي قبلها. ليصل إلى مكان عمله ويجد صاحبه حسام، يعني هو يستيقظ مبكرا حتى بسرعة يروح للمكان عمله ما يتأخر، ومنه يجد؟ يجد صاحبه حسام الذي يرافقه في سيارتي، في شنو؟ حرف جا. سيارتي هنا شنو لقينا؟ بكسرة لأنه اسم مجرور. في سيارة النظافة، النظافة هنا النون شبه الان، الان عليها شدة واللام ساكنة، يعني شنو نلفظها لا ما نلفظها؟ ما نلفظها لانه هاي لام شمسية، نفسها ايضا السائق، السائق عليها سين شدة واللام شنو؟ ساكنة، اذا ايضا ما نلفظها هي لام شمسية. النظافة السائق. يرافقه في سيارة النظافة مع السائق سعيد. إننا نحب ونحترم العامل ظافر لأنه يمر. عندي كلمة يمر، شبيه الراء مشددة، يمر زين، راءين واحدة ساكنة واحدة متحركة، خل أوضحها. يمر هيجي أصلها زين، واحدة ساكنة واحدة متحركة، جمعناهم وخلينا شدة زين، جمعناهم وخلينا شدة. يمر وأخذنا حركة الضمة، واضح؟ ها هي يمر، ضروري نحط الشدة مو ننساها. نكمل القراءة. لأنه يمر على، على حرف جر، أبواب محلتنا. أبواب قلنا شنو؟ مجرورة بالكسرة، أكو كسرة جواها لأنه قبلها على. على أبواب محلتنا يجمع، شو يسوي عامل النظافة؟ بعدين يجينا سؤال بالتدريبات، شنو دور عامل النظافة؟ يجمع، هذا هو جواب السؤال، يجمع أكياس نفايات البيوت من دون إهمال. إهمال عندي تنوين كسر. من دون إهمال لتظل، ليش يجمع أكياس البيوت؟ شنو السبب؟ لتظل البيوت، بيوت عفوا، نقلب الصفحة، يجمع أكياس النفايات
لتظل البيوت بس. خلي اطلع لكم هاي، شوفوا لاحظوا هنا، لاحظوا هنا بالصوره. اذا نساعد احنا شلون نساعد عامل النظافه؟ نجمع اكياس النفايات ونخليها على مقربه من الرصيف. نكمل قراءه. لتظل البيوت والشوارع نظيفة عند تنوين فتح وجميلة. إننا نساعد عامل النظافة، قلنا ماكو ما الفضلام، النظافة، عامل النظافة، لأنه يحافظ على صحتنا وبعمله الباء، شنو هاي الباء؟ حرف جر. وبعمله يبعدنا عن الإصابة بالأمراض، هاي الباء أيضا حرف جر يعني هذه كسرة، بالأمراض. وتظل الشوارع نظيفة وأرصفتها جميلة. طبعا هنا عندنا تنوين ضم هو مخال النيا. وأرصفتها جميلة بألوانها، الباء أيضا عندي حرف جاء، بألوانها البيضاء صفراء. زين الشوارع يا لون الأرصفة مالتنا، الأرصفة مالتنا ألوانها شنو؟ بيضاء صفراء، يعني خط أبيض وخط أصفر. نساعد ظافر قبل الذهاب إلى المدرسة. نكمل. نساعد ظافر قبل الذهاب إلى المدرسة، إلى حرف ج. شلون نساعده؟ نحمل، هاي الطريقة مالتنا، نحمل أكياس النفايات ونضعها، نفس هاي الصورة اللي هسه شرحناها، نحمل أكياس النفايات ونضعها وين؟ على هذا حرف ج، مقربة. يعني شنو مقربة؟ يعني قريب من الرصيف، من الرصيف. هسه شلون نساعد عامل النظافة؟ نحمل أكياس النفايات ونضعها على مقربة من الرصيف. زين ليش؟ لكي لا يتعب. شنو يعني هاي لكي لا؟ يمكن غريبة عليكم، هاي هي لكي، لكي زائد لا صارت لكي لا، اختصرناها لكي لا، يعني حتى ما يتعب. زين. ويبقى ظافر وصاحبه حسام نشيطين. زين هاي اخذناها بدرس سابق، ليش ما قلت نشيط نشيطين؟ يعني شنو؟ اثنين هم، ظافر عندي وعندي حسام، هم اثنين يعني مثنى، يعني ايش اقول لهم؟ نشيطين. زين. يساعده السائق سعيد، تنوين ضم، بتنبيه، الباء حرف جر، بتنبيه أهل المحلة ليكونوا. زين هاي هم أخذناها، يكونوا، يكونوا جمع، الجمع هم من ثلاثة وأكثر. ليش خليتها جمع؟ لأن عندي شنو؟ عندي أهل المحلة، أهل المحلة يعني أهل المنطقة، يعني دول هواية أكثر من ثلاثة، فأقول شنو؟ يكونوا، مو يكون، يكونوا على علم، تنوين شنو؟ كسر، لأن قبل شنو؟ حرف جر، على علم بقدوم سيارة النظافة. وظافر ينادينا بصوته الحنون، النظافة من الإيمان. أكيد النظافة مين؟ من الإيمان، ولازم إحنا نحافظ على النظافة. إننا ندعو لظافر، اللام هاي أخذناها بالتدريبات السابقة بدرسنا السابق،
اللام شنو حرف جار؟ لظافري، ندعو لظافري، فيعني الاسم ظافر يكون بكسرة لأن هو مجرور باللام. إننا ندعو لظافري وصاحبيه بالقوة، الباء حرف جار، بالقوة والسلامة، لتظل محلتنا نظيفة. ندعو له دائما بالقوة والسلامة، احنا لو ما ظافر وحسام وامثالهم دول هم كلهم اكيد محلتنا تكون مرتبة ووسخة، زين؟ فظافر وحسام وكل هؤلاء هم يساعدون بنظافة المحلة. لتظل محلتنا نظيفة وجميلة. هسه راح ناخذ الكلمات الصعبة اللي عندنا بالدرس، زين؟ عندنا النظافة، أول كلمة النظافة، قلنا اللام ساكنة النون مشددة، النظافة، زين؟ هاي اللام شبيها قلنا شمسية، زين؟ النظافة لأن بعدها حرف مشدد. الض، شوف الضاد قوية، الضاد قوية، فهاي الضاد أم الشخطة، مو ذيك الضاد اقتصاد، مو هاي، لا، زين؟ النظافة، التاء ايش بيها؟ التاء هاي التاء أم التسعة، زين؟ لأن بيها صوت الهاء، النظافة، زين؟ اكو صوت الهاء. هاي عندنا اللام، قلنا اللام شمسية، زين؟ هسه ناخذ كلمة أخرى هم نفس اللام، أيضا اللام بها شمسية، الكلمة هي النشيطي، النشيطي، هاي اللام هي مجرد تكتب ولا تلفظ لأن قلنا هي لام شمسية ساكنة، النون شبيها هنا عندي النون، النون مشددة وعليها فتحة، النشيطي ما دامها مشددة إذن هي لا تلفظ اللام، النشيطي، زين؟ أيضا نفسها كلمة السائق، باعوا 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 السائق، لك ركزوا وياي، السائق، عدي هاي السائق الهمزة شبيها دائما جوا الكرسي اكو كسرة، دائما الكرسي مالتنا مكسور، السائقي، زين؟ وين حطيت الكسرة مالتي؟ حطيتها جوا الكرسي، مو احطها على الهمزة ولا احطها جوا الهمزة هنا، أنا غلط، زين؟ احطها جوا الكرسي، هاي رجاء انت اريدكم تنتبهون لموضوع الاملاء، زين؟ السائقي، ايش بيها قلنا هاي اللام؟ اللام هاي ساكنة لانه وبعدها عفوا وبعدها الاس شبيها الاس تكون مشددة، فاذا هاي اللام شمسية، هذولا كلهم اللامات باول كلمة هنا وبثاني كلمة وبثالث كلمة هما لام شمسية تكتب ولا تلفظ، تكتب ولا تلفظ، هاي ما انساها المعلومة، زين؟ يعني ما الفظها، اقول النظافة، النشيطي، السائقي، واضح؟ واضح، زين؟ ناخذ كلمة اخرى، عندنا ايضا كلمة مثلا انطيكم ارصفتها، شوية هاي الكلمات تكون عليكم صعبة تخربطون بها بالاملاء، بس لا انا اريدكم تصيرون شطار وما تخربطون، احنا شطار ما نخربط، زين؟ ارصفتها، ار باو باو، الكلمة الصعبة اكتبها شوية شوية ما نخبص، ار صي صي ف تو ها، صعبة؟ لا مو صعبة، تهجيت وكتبت، ما بيها مو عيب نتهجأ، ايه اهم شي ما نغلط، زين؟ ار صي فتوها، زين؟ هسه راح ناخذ كلمة أخرى، عندنا أيضا كلمة على مقربة، مقربة، قلنا يعني شنو مقربة؟ يعني قريب، مق مق
مق بابا مو دا اقول مق وقفت يعني القاف ايش بيها ما عليها حركه يعني شنو ما عليها حركه يعني سكون مق مق رو رو ب عفوا على مق رو ب تين مق رو ب تين تاء أمل تسعة وش عليها اللي جوا عليها تنوين كسر مقروبتين زين ما مو تكتبوا لي مقروبتين هيجي غلط مقربة آخر التنوين نفرض ماكو تنوين الفظها بدون تنوين نعتبر ماكو تنوين زين هسه مثلا انا ما عندي تنوين شو اقول شلون الفظها الفظها مقربه اكو هاء لو ماكو اكو هاء اذا هي التاء ام التسعه هي التاء ام التسعه فاحط لها تنوين كسر لي جوا مقربه اتمنى تكون واضحه زين عندنا ايضا لكي لا هاي من اعودها لكم بالاملاء مو تكتبوا لي لكي واحد ولا واحد لا ندمجها سوى لكي لا لكي لا لكي لا واضح لكي لا زين ناخذ ايضا كلمه اخرى عندنا نشيطين ن ن شي شي طاء طاء شبيه الطاء مو الشخطة لأن قوية طاء نشيطيني نشيطيني قلنا هاي شبيه مثنى لأن هم حسام وظافر نشيطيني اثنين زين نشيطيني زين آخر كلمة أعطيكم إياها لي يكونوا لي ي كو نو قلنا هاي الكلمة شبيهة جمع لأن هم أهل المحلة هم ناس هواية فنقولهم لي كونوا ها هي هاي الكلمات أريدكم تكتبوها ثلاث مرات بالدفتر مالتكم يعني كل كلمة ثلاث مرات حتى نتدرب عليها هسه الآن أعزائي التلاميذ راح نحل التدريبات الخاصة بالدرس عندنا التدريب الأول طبعا هنا انا كاتبه الاجوبه لكم على السبوره راح اقرا السؤال والجواب على السبوره حتى ما تخربطون وياي هسه ركزوا وياي عندنا السؤال هو ما دور عامل النظافه في المجتمع الجواب هذا الجواب اولا بالازرق مكتوبه يحافظ على نظافه الشوارع ويبعدنا عن الاصابه بالامراض هذا هو جواب سؤال الأول بالتدريب الأول زين؟ هذا نحفظه طبعا عندنا السؤال الثاني كيف نستطيع أن نساعد عامل النظافة؟ شلون نساعد عامل النظافة؟ هذا الجواب نجمع أكياس النفايات ونضعها على مقربة من الرصيف هذا هو الجواب السؤال الثالث ما هي تحدث او عفوا تحدث عن فوائد النظافه شنو هي فوائد النظافه هاي نحفظها زين واذا عندكم شيء هم تحبون تضيفوه من عندكم ضيفوه هذا هو يعني اجتهاد من عندكم نحافظ على صحتنا بالنظافه فهي تبعدنا عن الاصابه بالامراض بعد نقطه ثانيه هاي طبعا هاي كانما نقطه يعني تأدينه بداية موضوع بداية شيء زين نحافظ على بيئتنا ومدرستنا وشوارعنا بالنظافة يعني كأنما إنشاء تعبير أسألكم شنو فوائد النظافة تعبير من عندكم زين هسه الآن ننتقل للتدريب الثاني التدريب الثاني هو أكمل كما في المثال ركزوا كل زين وياي عندي هاي جمل هنا جمل هذه جمل وهاي جمل هاي الجمل اللي بالبداية اللي هي بالسر الأول هاي الجمل تدل تكتبوا لي هاي على الكتاب حتى تعرفون تدل على
حدث ماضي، يعني شيء صار سابقا. زين، دخل. شوفوا دائما حركتها هذا الفعل اللي هي، ركزوا لي على اول فعل با، دخل رافق با، دخل يعني دخل وراح، دخل. زين، رافق، شوفوا هاي افعال ماضيه. مره هاي بالمستقبل ان شاء الله تاخذوها بالتفاصيل، هسه حاليا نريد نتعرف عليها بس. مره، ظل، ظل، ساعد. ايش تلاحظوا لي؟ شوفوا كلها حركتها شنو؟ حركتها فتحة. ساعد، ظل، مر، رافق، دخل. هاي تدل على حدث ماضي. تدل على حدث ماضي. هو شي يريدني أحل، يريدني أسويها تدل على الحاضر. من أخلي لها ياء بالبداية وتصير حركتها ضمة، ايش راح تصير؟ تصير تدل على الحاضر. زين، يدخل، هو دخل، هنا صارت يدخل، يعني استورد يدخل. رافق زميله، ايش راح تصير؟ يرافق. ايش ضفت لها ياء؟ وضفت لها ضمه، يرافق زميله. واضح؟ هسه شلون احولها الى فعل يدل على الحاضر؟ اضيف لها ياء واضيف لها ضمه بنهايه الكلمه. زين، نحل هسه ثالث جمله. مر على الابواب، مر يعني مر وراح. زين، هسه بدي اسوي يعني هسه حاليا دا يمر، روحه يعني يمر، يمر. شدة، وين أحط الحركة؟ فوق الشدة، ضمة فوق الشدة. يمر على الأبواب. واضح؟ زين، ظل الشارع نظيفا. ظل، هسه شو أقول؟ يظل، فعل يدور على الحاضر، يعني فعل مضارع نسميه. يظل الشارع نظيفا. زين، ساعد أخاه بالعمل، يعني ساعد، ساعد ايش قلنا؟ يدل على يمن، على الماضي. ساعد أخاه بالعمل، أريد أسوي حاضر، يساعد، يعني استود يساعد، يساعد. شو أخلي؟ ضمة، ما أنسى الضمة مالتي، لأن هي تدل على الفعل الماضي، على الفعل الحاضر. يساعد أخاه بالعمل. هسه بس راح أعيد لكم إياها بشكل سريع. عندي فعل يدل على حدث بالماضي، شبي بي فتحة، كلهن بيهن فتحة. زين، شوية صارت توسع عليكم هنا، بس المهم تفهموا لي انه فتحة يدل على حدث ماضي. زين، يدل على الحاضر شنو؟ نحط له ياء زائد نحط له ضمة، وها هي. زين، هسه راح ننتقل للتدريب الثالث. التدريب الثالث يقول لي ركب جملا من الكلمات التالية، يعني هاي كلمات أريد أسويها جمل. عندي النقطة الأولى، عامل نحن النظافة نحترم. زين، أريد أسويها جملة. أول شيء أنا عبارة على هاي الكلمات، عامل نحن النظافة نحترم، مش أخلي أول شيء؟ لازم أخلي ضمير أو أخلي فعل أو أخلي اسم. أول شيء عندي هذا أستخدم الضمير، لأن هو ضمير أو لأنه يكون بداية الجملة. نحن، فش أصير؟ أقول أول كلمة أخليها نحن، وألاحظ طبعا يعني أنا يعني من أبارع الهندني أريد أسوي جملة تامة مفهومة بالمعنى. نحن أول شيء أخليها. زين، نحن أريد فعل ورا نحن. نحن نحت أحط نحن عامل النظافة نحترم، لا أكيد غلط،
فش أقول؟ أقول نحن نحترم، أخليه الفعل بعدها، نحترم، نحن نحترم عامل النظافة. خما أقول نحترم النظافة عامل، لا غلط أكيد، يعني حتى تكون جملة تامة بالمعنى، نحن نحترم عامل النظافة. واضح؟ نحن نحترم عامل النظافة. هسه راح أحللكم الجملة الثانية، راح أمسحها. عندنا همين كلمات، على بالنظافة نحافظ صحتنا، شلون أحلها؟ أجي على أول شيء الفعل نحافظ، أكيد ما راح أخلي أول شيء على حرف جر، ولا راح أخلي بالنظافة، ولا أبدي أقول صحتنا، فش أقول؟ أول شيء نحافظ، نو ح في ظو، زين، نحافظ على زين صحتنا بالنظافة. زين يصير أقول نحافظ بالنظافة على صحتنا، هي يصير مو ما يصير، بس تكون الجملة شلون ركيكة، مو قوية، مو ذات معنى واضح. زين ايش أقول؟ لا أقول نحافظ على صحتنا بالنظافة، يعني شوي راد لها اجتهاد من عندكم، ذكاء. زين شلون أختار الكلمات حتى تصير الجملة مالتي صح؟ نحافظ على صحتنا بالنظافة. شوفوا هنا أنا عندي اسم حرف جر، وهنا أنا عندي حرف جر، صار اثنيناتهم حرف جر حرف جر، مجرور مجرور. زين نجي على الجملة الثالثة، الجملة الثالثة عامل نحب مساعدة النظافة. زين شنقول؟ عندنا عامل نحب مساعدة النظافة، فش راح نخلي أول شيء فعل، قلنا نخلي أول شيء لو فعل لو ضمير لو اسم، ما يصير أبدي بغير شيء. زين راح أبديش أقول نحب نحب شنو؟ نحب عامل النظافة مساعدة، غلط، نحب مساعدة مساعدة عامل النظافة، نحب مساعدة عامل النظافة. نجي على رابع نقطة، هسه ركزوا لي وضعوا لي زين برابع نقطة. رابع نقطة الإيمان النظافة من، هاي صارت واضحة، مقولة شهيرة. زين النظافة من الإيمان، النظافة من إيمان. ها واضح؟ واضح. آخر نقطة عندي هسه هم نباوع لها ونركز زين، آخر نقطة بالقوة الخامسة، بالقوة وندعو لعامل النظافة والسلامة. زين أول شيء شو اختار؟ اختار فعل لو اسم لو ضمير. شو عندي هنا؟ أنا عندي فعل أخليه هو بالبداية، ندعو زين لمن ندعو؟ ندعو بالقوة؟ لا، ندعو لمن؟ لازم شخص ندعي له، فش راح نخلي؟ لعامل النظافة، ندعو لعامل النظافة، ندعو لعامل النظافة، بيش ندعي له؟ بشنو؟ بالقوة والسلامة.
بالقوة والسلامة. واضحة؟ هسه الآن أعزائي التلاميذ حليت لكم كل التدريبات الخاصة بالدرس. زين، هسه واجبنا شنو؟ واجبنا عامل النظافة صفحة 17. الدرس شنو نسوي؟ نكتبه مرة واحدة كليته، كله نكتبه صفحة 17، صفحة 18 وصفحة 19. 17 18 19 هاي آخر شيء. زين، نرجع على الكلمات اللي كتبتها أني لكم على الصبورة بالبداية، بعدين بثاني جزء. زين، هم نكتبها كل كلمة 3 مرات. نرجع بعدين على التدريبات. تدريباتنا تدريب الأول، الثاني، الثالث، نحلها نفس ما أنا حليتها لكم. وها هي، هو هذا واجبنا. شكرا جزيلا.